اليوم شرف استقبال فخامة الرئيس. كانت لقاء مشاورات أخوية، طرقنا الوضع الحالي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر. أعتقد أن خلاصة محادثة تاعنا هو أن اتفقنا على كل شيء، ما فيش ولو سحابة صيف بيننا وبين أشقاء ليبيين. أتمنى الاستقرار ليبيا، وأتمنى إن شاء الله في أقرب وقت، ونظن هذا هو الفكرة كذلك تاع فخامة الرئيس، أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بالانتخابات. لما الشعب الليبي ينطق، الشيء اللي ينطق به الشعب الليبي يفرضوا على الناس كل. أتمنى إن شاء الله كل هناء والرخاء والرقي لأشقائنا في ليبيا، ونتمنى إن شاء الله زيارات أخرى، وإحنا على وشك ربما باش نتلاقاو في ليبيا في إطار تشاور ثلاثي القريب إن شاء الله. نستنوا فخامة الرئيس يحدد لنا الموعد إن شاء الله. شكرا كريم عليك. شكرا فخامة الرئيس. أول شيء أنا أريد أن أقدم الشكر لفخامة الرئيس، وأيضا لكل من قام بواجب الضيافة اليوم، وهذا ليس بغريب على هذا الشعب، شعب الجزائر المضياف. الشيء الثاني، نحن أيضا تواجدنا بعد تهنياتنا للعملية الانتخابية اللي حدثت في الجزائر، والتي تعطي أمل لليبيا نجاح هذه العملية وهذه العرس الانتخابي اللي حدث في الجزائر وفي تونس، بأن ليبيا أيضا ربما ستكون هي القادمة في انتخابات رئاسية في أقرب فرصة. وأيضا نحن شاكرين للدور المهم لفخامة الرئيس خلال الفترة الماضية في دعم وحدة واستقرار الدولة الليبية، والتأكيد الدائم على وحدة التراب الليبي، وهذه نقطة مهمة جدا. أيضا الاتفاق على أن الحل للعملية السياسية في ليبيا هو أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية، وأن أي حلول أخرى لن تأتي بالنتيجة المرجوة. فالشعب الليبي هو أقدر على أن يختار من يكون ممثله ومن يكون في رئاسة هذه الدولة. الجزئية الثالثة والمهمة جدا، الدور المهم للجمهورية الجزائرية في المحافل الدولية وفي المنظمات الدولية، وأيضا في كل المناسبات لدعم استقرار الملف الليبي في جوانبه السياسي والأمني، اللي نحن لاحظناه ولاحظنا أن هذا الدعم هو دعم خالص لاستقرار ليبيا وليس لأي أغراض أخرى. فنحن اتفقنا اليوم، وهذا ما كنا دائما نتوقع، على أن جميع الملفات التي تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا واستقرار المنطقة واستكمال الاجتماعات الثلاثية، سواء كان على مستوى القمة أو على مستوى اللجان، ستكون أيضا منهاج في الفترة القادمة لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين الدولتين. فشكرا مرة أخرى أخي فخامة الرئيس على حسن الاستقبال، ونتمنى التوفيق أيضا في هذا في الفترة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.